تم تأسيس اللجنة التموينية منذ فترة بسيطة، وكان بداية عملنا هو متابعة مواد منتهية الصلاحية والفاسدة، وعملنا على إتلافها وحلقها ضمن محاضر نظامية وبعلم الجهات الرسمية كافة في البلد. لكن في بداية شهر رمضان المبارك فقمنا بخطة حفاظا على عدم استغلال بعض أصحاب النفوس الضعيفة من البائعين للإخوة المواطنين، ولتخفيف الأسعار في شهر رمضان المبارك على الإخوة المواطنين قمنا بإلزام البيع بالأسعار والإعلان عن الأسعار وتحديد نسبة للأسعار حتى ما يكون في أي مجال لأي شخص يستغل هالناس. ونتأمل من الله عز وجل أنه الله يوفقنا بهالعمل ونكون خدمنا أخوتنا المواطنين بالنسبة للالتزام بالأسعار. بشكل عام هناك عقوبات راضعة يلي بخالف هاي التعليمات؟ أكيد، حتى قمنا بتصدير قرارات وقوانين عن طريق المجلس المحلي، لأنه كوننا نحن تابعين للمكتب التجاري عن طريق المكتب التجاري المجلس المحلي وصدرناها للجهات المختصة وللمحاكم وللقضاء. هناك عقوبات خفيفة وهناك عقوبات متوسطة وهناك عقوبات شديدة في حال عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار ونسبة الربح اللي قمنا بتحديدها بالنسبة لبائعي الجملة وبائعي المفرق. رأيي من صار التموين موجود حاليا بالسوق وعم يتردد على السوق مرة ومرتين وثلاثة، يعني صار الأسعار كلها خفت عن الأول بشكل عظيم يعني. وبحلول شهر رمضان المبارك يعني الشعب كمان أخيو يعني عمال يلتقي مع التومين وبحكي مع التومين وبسوي مع التومين، أني صارت أسعار خفيفة عدنا شوي مش الحال يعني 100% يعني.